لم تدخل السياسة يوما شيئا إلا وأفسدته، فكيف إذا دخلت في عمق الحركة النقابية والعمالية؟ منذ العام 93 يعيش الاتحاد العمالي العام تشرذما وتفككا أفقده صفته التمثيلية، وخلق ضمن صفوفه تكتلات مستقلة لا تلتزم أغلب الأحيان بقرار الاتحاد، أبرزها التكتل النقابي المستقل. لما كنا ننزل بمظاهرة لا بحركة مطلبية إسقاط حكومات، حكومة الشباب وقت صار إسلام، بذكر أنا بين أشرفية والبسطة، هذا الشارع الضيق اللي بتنزلي فيه، الهتافات تهز البنايات. يعني هذا الشيء ما عدنا نشوفه، أول شيء لأنه في كتير ناس إذا نازلين دعوة لنفترض من اتحاد معين بيوقفوا عشانها لأنه هني بالسياسة ضده للاتحاد، ما عاد الحركة المطلبية هي اللي بتحرك. فقدت الحركة النقابية استقلاليتها وبدأ تفكيكها بشكل مبرمج عندما بدأت عملية تفريخ لاتحادات ذات ولاءات سياسية وطائفية. كان العدد 23 اتحادا فأصبح 52 ولكن من دون منتسبين، ويغلب على 75% من هذه الاتحادات لونا سياسيا واحدا، وتتوزع بين أمل وحزب الله والقوم والبعث مقابل 25% ل14 أذار وللمستقلين. يعني بعطيك مثل بسيط، في نقابة الكرتون ونقابة الورق اجوا منشان لا يعملوا لجهة سياسية معينة نقابة جديدة، عملوا نقابة كيس الورق. يعني انه عم يعملوا نقابات جسم وهمية هيكل من فوق ما في حدا من تحت لأي سبب سياسي. يعني نعمل تكتلات اتحادات لجهة معينة سياسية، ما منحركها مشان المطلب المعيشي العمالي، منحركها ضد زعيم سياسي آخر بدنا منه شيء بالسلطة ضد بعضهم. يشتكي العمال من تحول الاتحاد العمالي العام إلى ريموت كنترول القوى السياسية الفاعلة ضمن صفوفه، فالدعوة إلى الإضراب أو التراجع عنه تتم وفق أجندة هذه القوى لا الأجندة المطلبية العمالية. والدليل بحسب قوى نقابية معارضة أن الاتحاد دعا في 7 أيار إلى التظاهر ضد غلاء البنزين وحصل ما حصل، ثم أعلن عن الإضراب في 1 تشرين الماضي ضد الحكومة الحالية وتراجع، واللائحة تطول. لما كان في حركة مطلبية فعلية أنشئ الضمان الاجتماعي، لما كان في حركة مطلبية فعلية أيام رئيس سليمان الفرنجية الجد أنشئ الضمان المرض والأمومة، كان في حركة مطلبية، كان في شارع يتسكر فعلا. هلأ قولي إنه في زعيم سياسي معين بده يعمل خطاب، شوفي قديش بتجمع عالم، قولي ربطة خبز بتنقص رغيف، شوف مين بيرد على مين. أمام هذا الواقع بات السؤال، ما هو الدور المرسوم للاتحاد العمالي العام في المرحلة المقبلة؟ وأين حقوق العامل من كل ذلك؟ بيعيدوا من قله إنه يعني مش نعاد عليك الله يعينك،